أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم جميعا، نرحب بكم جميعا في هذا المكان المبارك. نحن موجودون هنا على قطعة أرض مساحتها 500 متر مربع تقريبا، أوقفت لإنشاء محطة مياه بقدرة إنتاجية 250 كوب يوميا، لتوزع على الفقراء واليتامى والأرامل والمستشفيات والمدارس بالمجان في قطاع غزة الحبيب. نقدم التحية لدار التوحيد أندونيسيا الذين انضموا إلينا عبر البث المباشر الآن، وعلى رأسهم مؤسس دار التوحيد عبد الله جنستيار الأستاذ الكبير هناك في أندونيسيا، وله المقام الكبير هنا في فلسطين، وكذلك الدعم الموجه لإقامة هذه المنشأة الكبيرة العملاقة هو بتبني كريم من مؤسسة دار التوحيد، وكذلك من مؤسسة ان بي سي برئاسة الأستاذ عبد الله أونيم. وخير ما نبدأ به حفلنا هذا القرآن الكريم ومع فضيلة الدكتور الشيخ عبد الفتاح حمودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء صدق الله العظيم. مترجلين عن الكراسي. كبير سلام خد.
بآذاننا وقلوبنا للأستاذ عبدالله أنيم في وضع حجر الأساس لمحطة تحلية NBC في قطاع غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء. عسى أن يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا مكتوبا في صفحات حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الأستاذ دكتور يحيى سراج الرئيس بلدية مدينة غزة، الأستاذ عبد الله جمال استيار مؤسس دار التوحيد اندونيسيا، مؤسسة أقدم مؤسسة وأكبر مؤسسة في اندونيسيا، الحضور الكرام كلهم باسمي ولقبي، الإخوة الكرام في مؤسسة دار التوحيد اندونيسيا والأخوات مؤسسة NBC في العاصمة اندونيسيا جاكرتا وفي فلسطين. أسأل الله عز وجل لكم للصحة والعافية ويبارك في جهودكم. نسأل الله أن يحرر الأرض المقدسة فلسطين وأول القبلتين مسجد الأقصى المبارك. إن العلاقة بين المؤسسة دار التوحيد ومؤسسة NBC هي علاقة قوية واستراتيجية، حيث يتم تنفيذ العديد من المشاريع التي تتعلق بدعم قطاع إغاثة والصحة والتعليم ومشاريع أضاحي. ويعتبر هذه المشروع من المشاريع مهمة جدا بين المؤسستين. إن المشروع محطة تحلية المياه الذي تقوم بوضع حجر الأساس له هو هدية بسيطة من شعب إندونيسيا إلى شعب فلسطين، وذلك من طريق دار التوحيد و NBC. ونسأل الله عز وجل أن يكون نافعا لأهلنا في فلسطين، حيث سيتم توزيع مياه مجانا لكل المناطق في قطاع غزة. إن القدرة المياه لمحطة التحلية ستكون 250,000 لتر يوميا، بإضافة إلى 4 شاحنات ستقوم بتوزيع هذه المياه في كل مناطق في قطاع غزة. كما أنني أرجو من دكتور الموقر يحيى سراج بمساعدتنا في استكمال الترخيص اللازمة لهذا المشروع كي نبدأ العمل بأقصى سرعة ممكن. وأخيرا جزاك الله خيرا كثيرا. Terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang pada saat ini kami berhasil mengadakan peletakan batu pertama untuk pembangunan pabrik air minum Indonesia di Palestina. Hadiah dari masyarakat Indonesia untuk Palestina, air minum gratis dari DT Peduli dan juga bekerja sama dengan Nusantara Palestina Center. Semoga derma amal ibadah teman-teman di Indonesia dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi amal jariah di dunia maupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الدكتور يحيى السراج فليتفضل إلى كلمته على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السيد عبد الله أنيم المحترم، السادة الحضور كل باسمه ولقبه، أشقائنا وأحبابنا في إندونيسيا،
الشعب الإندونيسي الشقيق، أنقل لكم تحيات جميع أعضاء المجلس البلدي وتشكراتهم على هذه الجهود الطيبة وعلى هذه المبادرة الكبيرة التي تخدم جزءا كبيرا من شعبنا الفلسطيني. وبلدية غزة ستكون مساندة ومؤازرة بكل ما تملك من إمكانيات ودعم ومساندة لهذا المشروع. هذا المشروع له أهمية خاصة، وعدد كبير من سكان المدينة في غزة والقطاع يعانون من قلة المياه الصالحة للاستخدام، خاصة بعد يعني زيادة الملوحة بشكل كبير للمياه الجوفية وتداخل مياه البحر بسبب الاستخدام الجائر للخزان الجوفي. ونحن نوحد بكل مشروع يحقق الاكتفاء في توفير خدمة المياه الصالحة، وسيبقى الشعب الفلسطيني والشعب الإندونيسي أشقاء بإذن الله تعالى مساندين لبعضهم البعض. نشكر الحكومة ونشكر الشعب الإندونيسي وسنبقى دائما. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان من المفترض أن نستمع إلى كلمة له في هذا المقام، وكنا سنكون سعداء، ولكن لا يفوتنا أن نتوجه باسمكم جميعا إلى فضيلته بالشكر الجزيل والعرفان الكبير على تبنيه وتبني مؤسسته لهذا المشروع كاملا من إنشائه إلى سقي الماء فيه. فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم جميعا وفي ميزان حسناته، اللهم آمين. يتوجه فضيلة الدكتور يحيى السراج، الأستاذ عبد الله أونيم، السيد أبو بسام السلطان، الإخوة الوجهاء لوضع حجر الأساس. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Palestina bersama dengan Bapak Wali Kota Dr. Yahya Sarraj. Kami baru saja meresmikan peletakan batu pertama dan lanjutan pabrik air minum desalination water untuk masyarakat Palestina, hadiah dari Muslimin Indonesia, masyarakat Indonesia. Terima kasih atas doa dan dukungan. Dan mungkin أعضاء المجلس البلدي والشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نتقدم بشكر كبير وجزيل للشقيقة إندونيسيا حكومة وشعبا، وللسيد عبد الله أونيم شخصيا، ولكل من ساهم في تنفيذ وإنجاح هذا المشروع. هذا المشروع يقدم خدمة كبيرة للشعب الفلسطيني، خدمة يحتاجها نظرا لشح المياه في قطاع غزة ودرجة الملوحة الكبيرة الموجودة فيها. نتوقع أن يساهم في تعزيز صمود الفلسطينيين وبقائهم على أرضهم وإمدادهم بسر الحياة ألا وهي المياه، وخاصة في الظروف الصعبة والحصار المفروض عليهم منذ أكثر من 15 عاما. كل التحية والتقدير للشعب الإندونيسي والحكومة الإندونيسية، وشكرا لكم، ونلتقي بكم إن شاء الله في مشاريع جديدة. الله ينور عليكم. Come on.